حيث قال إن حركته مستعدة لإطلاق سراح ضباط سعوديين مقابل إطلاق سراح قيادات فلسطينية محتجزة، كما وأدان الحوثي الأحكام الأخيرة للسعودية بحق قيادات في حماس على رأسها ممثل الحركة في السعودية محمد الخضري. لحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلي الخبير في شؤون الشرق الأوسط الأستاذ علي واكد. مرحبا بك أستاذ علي. يعني بداية، كيف نقرأ يعني هذا العرض من الحوثي الذي قدمه للسعودية؟ يعني هذا كان في إطار كلمة ألقاها عبد الملك الحوثي في إطار بمناسبة رأس السنة الهجرية، واستعرض خلالها الأوضاع على الجبهة اليمنية. باعتقادي بما أن قضية محاكمة أنصار حماس وكوادر حماس في السعودية من جنسية الدنيا والفلسطينية نذكر حازت على اهتمام إعلامي، يعني رأى فيها الحوثي فرصة لإحراج السعودية من ناحية وإظهار حركته مع تحالفها الكامل المحور الإيراني والدول التي الدول والحركات التي تساند هذا المحور على أن هي الداعمة للجانب الفلسطيني. في هذا السياق أيضا ذكر وأتى على الإشاد وأشاد بما أسماها معركة سيف القدس، أي المواجهة الأخيرة بين حركة حماس وإسرائيل قبل عدة أشهر، والتي استهدفت خلالها حماس القدس بعدة صواريخ ردا على ما قام به عدد من الجهات الإسرائيلية في القدس. اعتبر الحوثي، يعني أراد الحوثي في هذه الكلمة الربط بين ما يدور في اليمن وما يدور في الأراضي الفلسطينية، وكأنه جزء من محور واحد يضع نفسه هذا المحور في مواجهة سياسات أمريكا والولايات المتحدة. أنا أعتقد أن حتى حركة حماس وإن يعني جاء هذا العرض سيكون ليس في مصلحتها أن تفرج عن كوادرها من خلال عرض للحوثيين الذين هم ينتمون إلى هذا المحور الإيراني، لكي لا تقول حماس بشكل واضح رغم أن الأمر واضح أنها جزء من ليس فقط من هذا فكر هذا المحور، وإنما أيضا من تصرفات وسلوكيات هذا المحور. باعتقادي حماس تفضل حل المسألة بشكل هادئ مع السلطات السعودية. هناك وسطات نعلم، هناك إعلان عن نية المحكومين الاستئناف. حماس تريد الإفراج عن هؤلاء ليس بواسطة ولا بواسطة الحوثيين، وهذا العرض من عبد الملك الحوثي هو استغلال لنافذة أو فرصة إعلامية سنحت له ليس إلا باعتقاد. يعني وأيضا أستاذ علي الحوثي أكد استعداده يعني للسلام، ولكن أيضا اعتبر أن استمرار المعركة هو ضروري. كيف تفسر هذا التناقض؟ يعني ما قاله زعيم أنصار الله هو أننا نريد السلام، لكنه وضع وحركته وضعت أيضا شروط لهذا السلام، الشروط وضعت للمبعوث الأممي الجديد، لكنه قال أننا سنستمر في القتال حتى يتم وقف الغرض. للأسف اليمنيين ما قاله الحوثي لا يمكن ترجمته على الأرض، لأن باعتقادي القرار ليس بيد الحوثيين، القرار أعمق من الحوثيين وله علاقة بكل الوضع الإقليمي وتحديدا المفاوضات الدولية مع إيران، المفاوضات الأمريكية مع إيران. ولن يتم حل مسألة اليمن إلا إذا حل الملف النووي الإيراني. نعرف أن هناك على طاولة المفاوضات النووية بنود أخرى، منها الصناعات الصاروخية الإيرانية، ومنها أيضا سياسات إيران في المنطقة، وعلى رأسها في ملف اليمن. لذلك يمكن للحوثي أن يقول أن يده ممدودة للسلام، ولكن السعودية لا تستطيع أو التحالف معها لا تستطيع في ظل استمرار المعارك بين الحوثيين وبين الحكومة أن ترضخ لمطالب الحوثيين. بمعنى أن ما قاله عبد الملك الحوثي حول رغبته بالسلام هو ضريبة كلامية، لأنه يعرف جيدا أن الأمر ليس منوط به وبحركته، وهو له علاقة بمجمل التوازنات والصراعات الإقليمية. نعم، وصلت الفكرة. الخبير في شؤون الشرق الأوسط أستاذ علي واكد، شكرا جزيلا لك.